السلام عليكم، واخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا في اليوتيوب، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مرحب، ويا اهلا بمن يشارك، ويا اهلا بمن يشارك. طبعا ملحمة انا شايفها ملحمة، ولسه هتزداد وتكبر خلال الفترة اللي جاية. تتكلم عن ايه يا عم شادي؟ بتكلم عن ملحمة جمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك بجمهوره بيصنع ملحمة، يبدأ الملحمة على أسبوع 10 أيام كمان، هتكون الوهج كله بان في ملحمة جمهور الزمالك في دعم النادي. طبعا في كتير من الناس شايفين انه لأ وشاي بالنعناع، وازاي حتى بعض الناس تهزر يقولك انه زوجات المتبرعين بتقول لهم ما تجيبوا لنا حاجه ذهب بدل ما تتبرعوا للزمالك، وكان 100 جنيه ممكن تجيب حاجه ذهب، وكان لو في ب 200 جنيه ممكن حاجه تجيب ذهب. ممكن تلاقي الراجل ده المحب نادي الزمالك بيشرب سجاير بقد كده وما تتكلمش زوجته. لكن الفكره دلوقتي انه في ملحمه قادمه وبدات بشائرها. هذه البشائر تثبت قد ايه ان جمهور نادي الزمالك جمهور محب بدرجة غير عادية وغير مسبوقة للنادي. خلي بالكو انه اعلى بقولكم معلومة، اعلى نسبة تبرع كارقام هي من 10 جنيه ل100 جنيه، رقم بسيط جدا، لكن عامل اما يبقى 10 جنيه من ملايين بتدفع بتجيب رقم. يعني محدش قال ان جمهور الزمالك بيتبرع ب20,000 و30,000 و100,000، لا، اكتر الاغلبيه 70% مثلا ما بين 10 جنيه ل100 جنيه. وفي ناس بقى 10 ريال و10 دينار و10 درهم، زي ما انت عايز قول. في الاطار ده في تبرعات جيده جدا جدا للزمالك، عشان كده بقول ملحمه. في فيلم جميل قوي اسمه كايوس. كايوس ده كان بيحكي عن ان واحد بيدخل بنك عشان يسرقه، فما دخلوا بعد ما البنك دوت البوليس دخل يشوف ايه اللي في البنك، ايه اللي اتاخد، اكتشفوا حاجه غريبه قوي، مفيش حاجه اتاخد خالص، مفيش اي حاجه اتسرقت من البنك، مفيش جنيه اتسرق. طب كانوا داخلين ليه؟ طلع كانوا داخلين عشان يحطوا فيروس جوه جهاز، الجهاز ده بيسحب ضوء 10 دولار من كل حساب، وكل حساب ب 10 دولار بالملايين، فيبقى خد مليار مش عارف نهايته. فال 10 جنيه مع الملايين اللي بتدفع بتعمل رقم كبير قوي. ما يزعلش، انت ما تزعلش لو هتدفع 10 جنيه كل يوم حتى، او كل يومين مره في الاسبوع. لو في عدد بنتكلم على 10 مليون 15 مليون بيروح يعملوا 10 جنيه، انت بتتكلم في رقم كبير جدا 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 كل اسبوع او كل شهر، باعتبارك بتتفرج على مباراه سهله، يعني ممكن تدفع الفلوس دي. عشان كده بقول لكم ملحمه، هتسمعوا خلال الايام اللي جايه ارقام مميزه جدا 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 جدا. طيب بس هو ده الموضوع؟ لا، عندنا الراحلون من الزمالك خلال الفتره الجايه. كارتيرون هيسلم الكابتن حسين السيد اللي هو القائم، يعني المشرف المتابع على فريق الكوره واللي عامل خط مع كارتيرون، هيسلموا اسماء الراحلون عن الزمالك في منتصف شهر 7، فتره ال 33 يوم الراحه دول. وهيتقال لهم يا جماعه ادي الاسماء، واحنا هندوروا لنا اللي هيمشي من هنا هيمشي بفلوس. مين هم اللي هيمشوا؟ ما نعرفش لسه، لكن في بشائر واضحة، يعني عدم الاعتماد عليهم، اللعيبة اللي مفيش اعتماد عليهم، ممكن لعيبة من بره تتقال لها فيبدأوا يبحثوا عن عقد عشان يمشوا، كل الأمور اللي من النوع ده. لكن الحقيقة إنه يوم في منتصف شهر 7 كابتن حسين السيد هيجتمع مع اللاعبين بعد تقرير كارتيرون، ويبلغهم بانهم دول اللي انتوا المجموعه اللي هترحل عن نادي الزمالك السنه دي، وانه هذه المجموعه التي سترحل لن ترحل مجانا. عقائم انتظار موجوده بقى وبتاع وحاجات ديت اللي انا ما بحبهاش، بس يعني ايه
عشان ايه نبقى اؤمن. انا ما بحبش الطريقه بتاعت قائمه الانتظار، لكن مفيش هيبقى في اطار انه لا انت مش هتمشي مجانا، اه هتدفع لك فلوسك. فانا متصور انه مفيش لاعب هيبقى عاوز كده، وما يبقى مش هيقعد بقى مزنوق ليه يعني، ويدور له ويكلمهم ووكلائهم، ووكلائهم عايزين يستفيدوا برضه، فبالتالي هيشوفوا لهم عقد هنا ولا هنا ولا هناك ولا هنا ولا هنا ولا هناك وهكذا. طيب كمان في حاجه كل الناس بتتكلم عنها مؤخرا، وهي فكره ان الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنه التي تدير نادي الزمالك هو فين لايك. تنساش اللايك، انا ما قلتلكوش في الاول عشان اشوف اللايك اخباره ايه. كابتن حسين لبيب امبارح خرج على كلاب هاوس، برنامج كلاب هاوس، وهو برنامج يعني شبه الراديو كده، وفي ناس بتبقى حاضره وتتكلم وبتاع، واتكلم بصراحه في كذا موضوع، واتكلم عن قناه الزمالك وكده. هنا بقى انا مش جاي في الكلام، انا جاي في علاقة البعض شايفين ايه في الحكاية دي. هو دخل حوالي تلت ساعة اتكلم فيهم لوحده، سأل سؤالين اجاب عنهم وخرج، وانتهت الغرفة يعني بعد بخروجه اغلقت الغرفة الروم يعني، تمام. فاللي سمع سمع، وفي ناس سمعت طبعا وسجلت الكلام وناس نشروه، وكل الناس عرفت هو قال ايه يعني، الراجل ما كانش بيخبي. ف ويكاد يكون قال كلام شبه اللي كان بيقوله عادي في التصريحات. الناس هنا بتتكلم في منطق تاني، هو ينفع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يطلع في كلاب هاوس؟ ده سؤال. اجابته عندي اه ما يطلع، طالما يصون منصبه ويتكلم بوقاره، وقار المنصب ووقار الشخص، فلا اي مشكله. بالعكس ده جمهور الزمالك قد يتفاعل اكتر مع حاجه زي كده. ليه؟ لانه بيكلم رئيس النادي وش في وش، صوت بصوت، حرف بحرف، مش سامعه عن طريق مثلا برنامج، تمام؟ لا ده هو شخصيا جمهور الزمالك قاعد بيسمع بودنه اسئله على الهوا منه كجمهور لرئيس نادي الزمالك يجاوب عليها. هي تجربه في البدايه، معرفش هتتكرر ولا لا. البعض يقول لا ما تتكررش كفايه كده، موافق، بس ممكن تتكرر بشروط، بمعنى انها تبقى زي الندوه كده، ندوه في ناس تبقى داخله في اطار الهدوء، عاوزه تسال، عاوزه تعرف، عاوزه تفهم، بس الموضوع ما فيهوش اي معضله ان كان الامر عند جمهور الزمالك ده. خلي بالكم لسه قلت لكم في الاول ان زيك بيعمل ملحمه، جمهور زيك بيعمل ملحمه في موضوع الدعم بتاع النادي. فما يطلع رئيس النادي ويتكلم على ان الفلوس اللي الجمهور ده اللي هو بيكلمه ده هو هتروح فين؟ هتروح 50% مثلا للكوره، و50% وال 50% الثانيه لليد والطايره والسله الفرق الاولى. فيبقى انت وانت بتدعم او بتدفع فلوس للنادي بتاعك عارف هي رايحه فين. فالكلام ده مهم جدا انه يريح، انه يريح. فانك انت دلوقتي بعديها حصل ايه؟ سيبك بقى من انه اخواتنا الصحفيين اللي زعلانين يقولوا ما ينفعش وبتاع، انا موافق يعني وجهات نظرهم تحترم وعلى الراس يعني، لكن هو ممكن ما ينفعش يكلموه الاول مثلا او ما جاوبش عليهم هم. يعني التفاصيل من النوع ده ما فيهاش مشكله، لكن اذا كان في جروب او روم موجوده على كلاب هاوس تقدر تتواصل وتضيف وتجيب حد زي حسين لبيب، وقبل كده نفس الغرفه دي جابت ميدو وجابوا مدحت العدلي وجابوا خالد عبد العزيز، فدي ناس بتعرف تتواصل، بتعرف تعمل شغل كويس، وبالتالي لازم نحييها قدرتها على الوصول لهؤلاء والتعامل معاهم باحترام واظهارهم للمشهد باحترام، وانه كل واحد يعبر عما بداخله ويصرح ويقول ويتكلم. وما ما تعرفوا انه الجلسه او الروم دوت او السيشن اللي حصلت دي بين الكابتن حسين لبيب والموجودين في البتاع لم تتخطى تلت ساعه 20 دقيقه، فيعني الموضوع ما كانش فيه تطويل وفيه مناقشات وخناقات وبتاع. هنا بقى دخلنا انه وقار وقيمه رئيس النادي ممكن تهتز، لكن هنا طالما في تقليد وفي احترام وفي ناس فاهمه هي بتسال ازاي وبتستمع وبتتكلم، يبقى يجب على رئيس نادي الزمالك ايا كان الاسم يخرج الناس ويوضح، طالما ان الناس هتبقى مرتاح لان هو ايه اهم حاجه عنده
جمهور نادي الزمالك. يعني هو نفسه قال ان اللي يملك جمهور نادي، اللي يملك نادي الزمالك بالفعل وفريق كوره هو جمهور زي الشمعوميه. وبالتالي احب ان انا اوضح التفاصيل دي، في حاجه كويسه جدا ومحترمه، ويعني نتمنى ان يبقى التعامل اللي احنا كصحفيين طول الوقت كنا بنقول ان يبقى المصدر كده يعني واثق في نفسه ويتعامل مع كل الناس ويرد على كل الناس، ودي حاجه للامانه كانت موجوده في مرتضى منصور عشان نبقى امنا تماما. مرتضى منصور كان شجاع وكان يستطيع ان يواجه وبيكلم اي حد، واي حد يتصل بيه يرد ويجاوب وكل حاجه. ما اعرفش كان يعرف يدخل في كلاب هاوس ولا لا، او يوافق يعني، لكن نفس الشيء حسين لبيب مفيش حد بيتواصل معاه لما بيرد عليه وبيتكلم معاه ومفيش اي مشكله والامور واضحه وراجل صريح وما بيغيرش كلامه، يعني ما بيقولش سين حاجه وصاد حاجه. هو نفس الكلام اللي بيقوله لجماهير قاعده، جزء كبير جدا من اللي كانوا موجودين كانوا ممكن يكونوا بيسجلوا الحوار اللي كان بيقوله. فالحقيقه انه فكره انك تبقى مسؤول وتواجه دي حاجه محترمه، وانا كنت بحبها جدا في المستشار مرتضى، وهو دلوقتي بيعملها نفس الشيء حسين لبيب. بمناسبه المستشار مرتضى، امبارح طبعا امير مرتضى منصور واحمد مرتضى كانوا المفروض يبقوا ضيوف الاستاذ ابراهيم عيسى في برنامج حديث القاهره في القاهره والناس، لكن هم اعتذروا في اللحظات الـ يعني الاخيره قبل البرنامج، وده اللي شرحه الاستاذ ابراهيم عيسى امبارح في البرنامج ووضح حاجه مهمه جدا جدا. ايه هي؟ مش عشان ابراهيم عيسى اخويا يعني، لكن انا علاقتي جيده جدا المفروض يعني بيني وبين احمد وامير، وطبعا اخويا ابراهيم يعني دي حاجه ما فيهاش مناقشه. فاللي حصل ايه؟ زي ما قال انه بقى في يوم الجمعه بعد قبل الصلاه بعتوا رساله انه ما ينفع لن يستطيعوا ان يطلعوا يظهروا بتاع. فابراهيم عيسى وقال ان القاهره والناس هذا المكان مفتوح ليهم في اي وقت يظهروا فيه وتحددوا الميعاد اللي انتوا عايزينه وتعالوا اطلعوا. فدي اشاره على طول انه الباب مفتوح ومفيش اي موانع. خلي بالك من الجمله دي، لا توجد اي موانع لعدم ظهور امير مرتضى واحمد مرتضى في القاهره والناس مع ابراهيم عيسى، لا توجد موانع. وانه الاعتذار كان اعتذار شخصي ممكن يكون لاسباب خاصه، تمام، ومن حقهم على فكره، ده امر طبيعي جدا انك انت لظرف ما طارئ ممكن ما تقدرش تحضر برنامج فتعتذر. لكن إدارة القناة مع إبراهيم عيسى فتحوا باب دعوة مفتوحة لأمير مرتضى ولأحمد مرتضى للعودة إلى القاهرة والناس والظهور فيها بمعنى أصح، ومناقشة القضايا واللي تخص ذاته. وهو إبراهيم عيسى أعتقد إنه إداهم حقهم تماما وقيمتهم، وإدى برضه قيمة للمستشار مرتضى منصور والدهم ورئيس نادي الزمالك المنتخب الأخير يعني، تمام. فلازم الامور دي تكون واضحه للكل عشان ما الناس ما تاخدش الموضوعات في اتجاهات مش صحيحه. وادي موضوع امير مرتضى، حكايه امير مرتضى مع القاهره والناس، امير واحمد يعني، تمام. خدت نفسكم معايا؟ طيب قبل ما نكمل، اللايك والشير والكومنت الحاجات الجميله بتاعتكم دي مهمه جدا جدا جدا. الصفقات، ملف الصفقات بتاع الزمالك مفتوح ومباح كل شيء فيه، بمعنى انه كل اللعيبه اللي ممكن تسمعوها ممكن تكون صح، وكل اللعيبه بتسمعها دي ممكن تكون غلط، ممكن تكون كوموفلاش. طيب ايه الاسماء ومين اصحاب الملف اللي بيديروا ملف التعاقدات؟ الاب الشرعي للملف هو حسين لبيب، معاه كابتن فاروق جعفر والكابتن حسين السيد، لكن اصحاب القرار في التعاقد دي مش لا الكابتن حسين ولا الكابتن فاروق ولا الكابتن حسين السيد، هو كارتيرون وجهازه المعاون كابتن اسامه نبيه. فاي لاعب معروض ما يجيش الا بموافقه كارتيرون والجهاز المعاون، كارتيرون طبعا رقم واحد ورايا الجهاز المعاون. فعشان كده نبقى ايه واضحين، الاسماء اللي موجوده دي في اسماء حقيقيه وفي اسماء كوموفلاش. طيب في اسم ظهر تاني يومين اللي فاتوا عشان الجون الحلو اللي جابه في ماتش الاخير بتاع سيراميكا، شادي حسين. البعض بيقول ان شادي اهلاوي وكان التراس وبتاع، اسلام جابر كان نفس الشيء على فكره،
برضه كان بيظهر هو طفل كده عنده 15 16 سنه بتيشيرت الاهلي وبتاع، مفيش مشكله طالما هيجي يلعب لو عاوز يلعب، وهيجي يلعب ومحترف زي اعتبره فرجاني ساسي يعني. انت كنت تعرف انتباه فرجاني ساسي قبل ما يجي، لكن الامور بتتغير والحاجات بتفرق كتير، دعم الجمهور، رونق اللاعب. شادي حسين لاعب بتاع سيراميكا كليوباترا، لاعب يعني اتمرمغ كده في تراب الكرة من درجة تانية، من تالتة لتانية لممتاز لأولى الممتاز، فهو خد وقت وبتاع لغاية ما نضج. هو الأمانة الزمالك اتقال له ايه رأيك في شادي حسين؟ لسه الزمالك ما قررش يعمل ايه في موضوع شادي حسين ولاعب نادي سيراميكا، هيجيبه ولا مش هيجيبه، الحاجات دي كلها الامور دي كلها لسه ما وضحتش. لكن شادي حسين في قائمة نادي الزمالك المتوقعة للعيبة الجدد في الزمالك. يعني ايه قائمتهم؟ يعني مش لازم اقولك انه في القائمة النهائية، لكنه في قائمة التعاقدات، في قائمة التعاقدات بتاعة نادي الزمالك الجديدة. واتصور انه هيبقى يشوفه جس نبض، ممكن اللاعب مش عاوز يجي، لكن كل الامور دي هتبان خلال الايام اللي جايه، وهنشوف شادي حسين هيبقى موجود ولا لا. تدعيم جيد للفريق والمستوى اللي ظهر بيه الموسم ده بصراحه مستوى جيد جدا. هل هيبقى شخصيته تستطيع ان تتعامل مع جمهور صعب المراس زي جمهور نادي الزمالك ولا لا؟ لانه ضغط جمهور نادي الزمالك على السوشيال هيبقى قوي جدا عليه وبتاع، فربنا يكون في عونه ان جاء. تمام. عندنا حاجة تانية اللي هي خاصة بقى بالمطاردة اللي شغالة يوم ورا التاني. نادي النصر السعودي يطارد محمود الونش، يطارده، أنا بقول لك يطارده. يتبعت كل يوم بيبعت لنادي الزمالك أنا عاوز حسين، عاوز يطلب يكلم حسين لبيب يعني رئيس نادي الزمالك، وبعتوا له فاكسات وإيميلات إنه إحنا عايزين النصر، إحنا عايزين محمود الونش. فيقول لهم محمود الونش مش للبيع، احنا لسه راجل معانا ومش بنفكر نبيعه، واحنا ما عرفش نستغنى عنه. فيبقى يستنى يوم واتنين ويبعت له بزياده في الفلوس، طب ايه رايك ندي لك مش عارف ايه؟ فيترد يقول لهم مش عارف ايه. يكلموا اللاعب يقول له هنعرض عليك كذا وبتاع. ما زال النصر السعودي يطارد محمود الونش. ليه؟ لانهم دول بيفكروا في موسم جديد مش زي مصر، مصر لسه موسم شغال يا جدعان. يعني ايه الموسم الجديد؟ يعني الناس هتبدا في شهر 8 الجاي الدوري بتاعهم، فبعد اسبوعين ثلاثه هيبقى عنده المعسكر الاخير بقى لبدايه الدوري. والنصر اسم كبير قوي 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 في السعوديه ولا من محبيه بصراحه. فهنا بقى الموضوع، الزمالك هيوافق على بيع محمود الونش بالاغراءات اللي بتقدم له يوم ورا التاني؟ الله اعلم بقى، يعني كل يوم بيزيد قد ايه انا ما اعرفش، وما اعرفش بعد مثلا 3 اسابيع الزياده هتوصل لكام. لكن هل الزمالك ينفع يبيع محمود الونش؟ ما اعتقدش، لا اعتقد نهائيا ان الزمالك يفكر في بيع محمود الونش مهما كان الرقم. تمام. الا اذا بقى محمود الونش ضغط عشان يمشي، وانا برضو لا اشك شكا كبيرا عظيما في ان محمود الونش يفتح بقه اصلا ويكلم حد في الزمالك ويطلب منه حاجه زي كده، ما تعودناش منه ومش طبيعته ومش طريقته. وبالتالي الراجل اللي قابل انه ياخد 3 مليون جنيه وما اعترضش، وافضل لاعب في الموسم يكاد يكون افضل لاعب في الموسم في نادي الزمالك محمود الونش، اللي ما قالش مثلا زي زيزو او ابو زيزو يعني، اللي قال انه ابني بياخد قاعد جنبي، قاعد جنب واحد بياخد ايه وانا وابني بياخد ايه، ما قالش هو انا باخد كذا ومحمود علاء بياخد كذا، او ان محمد عبد الغني بياخد كذا، ولا ما قالش الكلام. الراجل بيشتغل بيشتغل، عشان كده انا متيقن ان محمود الونش مستحيل يروح يقول لاداره الزمالك مشوني وبتاع عشان اصل انا جاي لي فلوس كتير. كان يتكلم على نفسه من هنا قبل اي عروض. والحقيقه ان مفيش اي عروض جت للزمالك غير محمود الونش. ليه؟ لانه افضل لاعب في الزمالك، محدش يقدر ينكر، كلهم حلوين، لكن الموسم ده رونقه كده وقيمته عاليه، وعاليه كده في علو في السماء يعني. ادي قصه النصر السعودي مع محمود الونش. نيجي بقى للي جاي، محمد عواد. ايه بقى حكايه محمد عواد؟ محمد عواد فجاه معدته وجعته. في كتير مش ميالين لموضوع المعده ده، بس هو تاني يوم نزل التدريب. بس في حاجه غريبه بقى، اتكلم مع كرتون وقال له ان انا عاوز ارجع العب. فكرتون قال له اللي بيلتزم في التدريبات
ويؤدي ما عليه في التدريبات هو اللي بيلعب. خلي بالك دي كلام يعني ليه إشارات. هل إحنا مش هنشوف محمد عواد في ماتش المقص وممكن نشوف أبو جبل أو جنش وما نشوفش عواد على اعتبار إنه ممكن يبقى كاس فدي فرصة؟ في نفس الوقت موضوع المعدة ده مش داخل في مزاج الناس كتير بصراحة. في ناس بقى تقول ده في اختلف مع كارتيرون، في ناس تقول لا مش عارف أصله حصل إيه بتاع، لكن لما كارتيرون يجي يقول إنه فكرة إنك تلعب اجتهد الأول في كام يوم التدريبات دول، على طول يبقى في كارتيرون زعلان من حاجة، غضبان من حاجة، أنا معرفهاش، للأمانة أنا معرفهاش. فإيه هي بالظبط غضب كارتيرون من عواد اللي رجع من منطقة اسمها منطقة اللاشيء، منطقة بعيدة كده ومش موجود فيها حد خالص، فجأة ظهر وعاد مرة أخرى ودعم غير عادي من جمهور نادي الزمالك وتألق ليه وأداءه بأداء جيد ومحترم، ثم فجأة معدتي وجعاني ومش عاوز ألعب الماتش. طبعا من حق كرتروني يبقى غضبان زي من حق جمهور الزمالك يبقى غضبان، ولكن الأيام اللي جاية حبلى بحاجات كتير هنشوف إيه هي. وفي الآخر لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وذلك بلا أدنى شك فضلا منك وليس فضلا مني، و طبعا الشير واللايك والكومنت مهم جدا جدا لدعم هذا الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله.